أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الشعارات على برنامج الستريتر. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار ماكدونالدز، طبعا شركة المأكولات الشهيرة. نفتح مساحة 500 في 500 بيكسل. الآن راح نضيف دائرة بهذا الشكل بهذا المقدار. راح نستنسخ هذه الدائرة أو الحلقة، طبعا نضغط على المفتاح Alt ونستنسخها. طبعا راح نصغرها بهذا الشكل، وطبعا نصغر من عرض هذه الحلقة بهذا الشكل مناسب. الآن راح نضيف خط، هذا الخط راح يكون بالمنتصف تقريبا بهذا الشكل. طبعا يكون الخط، طبعا نحاول انه الخط يكون بالمنتصف. شلون نعرفه بالمنتصف؟ عندنا الجايد سمارت جايد، هذا جيد الخط بالمنتصف. راح نحدد كل هذه الاجزاء، وطبعا من ادوات الباث فايندر اللي هي من ويندو باث فايندر نختار ديفايد. جيد، بعد ما اختارنا الديفايد راح يتم تقسيم هذا الجزء. طبعا نحدد الجزء اللي بالاسفل، طبعا نضغط عليه دبل كليك وديليت. نحدد الجزء اللي بالأسفل دبل كليك وديليت، أحدد هذا الجزء ومن ثم ديليت. جيد، الآن أجي إلى أداة الدايركت سيلكشن وأحدد هذه النقطة أو هذه النقطة. طبعا أحددها بحيث أمدها تكون إلى الداخل تقريبا بهذا المقدار بحيث تكون واسعة بهذا الشكل. لا بأس انه هذه بالخارج ايضا، يعني هذه الاجزاء كلها نحددها، وطبعا هذه الاجزاء ايضا نحددها تكون بهذا الشكل. جيد، الان ممكن بأداة الدايركت ممكن نسحبها بهذا الشكل. جيد، وطبعا نستنسخ هذه المجموعة تكون بهذا الشكل. طبعا نحرص على انه الاستنساخ يكون متطابق. جيد، لا بأس انه نمدها الى الاسفل بهذا الشكل، ولا بأس انه تمد الى اليمين بهذا الشكل. جيد، الان راح نحدد هذه الجزئين، ومن ادوات الباث فايندر راح نختار يونايت. جيد، الآن أصبح عندنا هذا الشعار مكتمل. طبعا راح نضيف شكل مستطيل، راح يكون هذا الشكل المستطيل باللون الأحمر مثلا، هذا اللون نختاره، وبلا ستروك. جيد، طبعا نحرص على أنه يكون على نفس حجم البورد آرت بهذا الشكل، وراح نخليه يكون إلى الخلف من خلال نضغط عليه كليك أيمن الرينج ونختار send to back. نحدد هذا الجزء وراح يكون بلا ستروك، وراح نعطيه لون مثلا هذا اللون اللي هو الأصفر، ممكن يكون أفتح. نضغط دبل كليك هنا، وطبعا ممكن نرفع المؤشر إلى الأعلى ممكن بهذا المقدار. جميل، الآن لاحظ أنه أصبح عندنا شعار ماكدونالدز، شعار احترافي وسهل في نفس الوقت. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.